السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما وعدنا نبتدي إن شاء الله بإجابة بعض الأسئلة. في بعض الأسئلة جاءتني وفي بعض الأسئلة جايز تكون موجودة عندكم. كان في أحد الإخوة بيسأل على وجود المسلمين العثمانيين في البلقان، كيف وجدوا في البلقان مع أن القسطنطينية لم تفتح بعد؟ يعني لو رجع كده للخريطة شوفوا هذا الوضع، دي القسطنطينية هنا، وهنا دولة العثمانية الأولى، دولة اللي أنشأها عثمان ابن أرطغرل وبعدين أرخان. أرخان عبر الأناضول إلى البلقان، بس مش عبر من ناحية القسطنطينية، عبر من ناحية جاليبولي. جاليبولي هو الخط الأحمر الصغير ده، الجزيرة، شبه الجزيرة الصغيرة الأحمر ده، عبر من هنا لهنا، عبر مضيق الدردنيل. القسطنطينية فوق عند البسفور، فعبر هنا وبدأ يعني يتوسع في هذه المنطقة نتيجة طبعا ملابسات كتيرة مش هنخش في تفاصيلها دلوقتي، ولكن كان دخوله شرعي وقانوني وما فيش عنده أي مشكلة خالص في هذا الموضوع، ودخل انتصر على مملكة بلغاريا ومملكة صربيا، يعني باتفاقيات معينة مع الدولة البيزنطية ساعتها كان في بينهم المعاهدات، وبعد كده خلاف مع القسطنطينية حصل. نعم؟ بتاعت حد نسيها يا جماعة في صح كده؟ عنده روح. اوكي، حد نسي بتاعته في الحمام يبقى ياخدها. فلما عبر هنا بدأ يتوسع في هذه المناطق. في هذه الأثناء كانوا بيحاولوا يفتحوا القسطنطينية، لكن كان متعذر الفتح. حصلت محاولات في عهد بايزيد الصعقة اللي هو بايزيد الأول يعني، وحصلت محاولات في عهد مراد الثاني اللي هو أبو محمد الفاتح، إن هما نحاول نقعد يا جماعة. حصلت محاولات لفتح القسطنطينية لكن ما فيش، فبدأ التوسع يكون كبير هنا ولسه القسطنطينية لم تفتح، وده بقى اللي حصل في عهد محمد الفاتح. فدخول البلقان كان في عهد أرخان، والتوسع في عهد أرخان ثم مراد الأول ثم بايزيد الصعقة ثم مراد الثاني، كل ده حصل توسع كبير هنا في منطقة البلقان، وفضلت القسطنطينية بدون فتح لحد جهة محمد الفاتح. ده بالنسبة للسؤال الأول، كيف دخل العثمانيون البلقان مع وجود القسطنطينية. السؤال الثاني بيسأل برأيك الشخصي، ماذا دفع الفاتح أن يطلق سراح دراكولا أول مرة مع المعرفة بأنه إنسان شرير للغاية؟ حد مني سمع دراكولا وأنا بتكلم؟ لا. لسه بتكلمش عن دراكولا، دراكولا بكرة إن شاء الله لو في وقت، لأن طبعا الوقت مضغوط. بس دراكولا اللي هو أمير الإفلاق، أمير جنوب رومانيا، كان ليه حروب مع الفاتح مهمة، دراكولا مصاص الدماء، تمام؟ هو أنا دراكولا أنتوا عارفينه، مصاص الدم، فامباير. ففعلا هو قبله، بس طبعا مش قبله بالخرافات اللي موجوده في الفامباير، انما هو قبله هو شخصيه حقيقيه، وقبله الفاتح، وهنقول ملابسات اطلاق سراحه ثم قتاله بعد كده، وقتل على ايدي الجيش العثماني. في حد بيسال برضو على توقعاتك لمن يجدد الدين. هو كلمة من يجدد لها دينها هي ممكن تنطبق على فرد وتنطبق على مجموعة. كلمة من هذه تسمح الفرد والمجموعة، مش لازم يكون شخص معين. في بعض الناس حرصوا على انهم يقولوا مجدد القرن الاول فلان ومجدد القرن الثاني فلان، وهذه مسائل خلافية كبيرة، لان مفيش عندنا نص صريح ان فلان الفلاني هذا مثلا عمر بن عبد العزيز او الشافعي او whatever، حسب ما بيحطوا لكل قرن مجدد ان هو ده المجدد فعلا. بينما ممكن يكون في مجدد في مجال القيادة السياسية، وفي مجدد في مجال العلوم الشرعية، وفي مجدد في مجال الأخلاق والعودة إلى الدين من روحانيات. فالمجدد هذا قد يكون فرد أو يكون مجموعة، وإن طبعا في ظروفنا اللي احنا فيها دي تتوقع أنه يكون مجموعة من الناس، كل واحد في مجال
معين وكل واحد فيه اسهام معين وخاصه مع كثره التخصصات اللي البشريه بقت عايشاها دلوقتي. فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا اللي يجدد هذا الدين في كل المجالات المختلفه ونشوف ان شاء الله امه الاسلام احسن. ايه السؤال الصعب الاولاني ده؟ مش هجاوبه انا ولا هقوله اصلا. بعد المحاضره اللي سال السؤال ده يبقى يجي يقعد معايا. هل ارطغرل عثمان بن ارطغرل اورخان مراد الاول لغايه محمد الفاتح هي عائله متوارثه الحكم؟ اه كلهم اولاد بعض. يعني ارطغرل ابو عثمان، عثمان ابو اورخان، اورخان ابو مراد الاول وهكذا لحد محمد الفاتح. محمد الفاتح برضه بيسلم ابنه بيزيد الثاني، واللي بيسلم ابنه سليم الاول، ابنه سليمان القانوني، ابنه سليم الثاني، ابنه محمد الثالث، ابنه مراد الرابع، وانت ماشي يعني بالترتيب كده. بدا تتغير في اواخر الدوله العثمانيه للاخ، مش عشان الابن، عشان ما فيش ابن مثلا، مش عشان ابنه يعني مش نافع او كده، لا هو ما يكونش عنده ابن فاخوه هو اللي بيتولى الحكم. طبعا هو حكم توارثي. بس من اللافت للنظر جدا، ودي معلومه برضو يعني عشان ايه تكونوا مستوعبين الموضوع. انا عارف طبعا كل الناس مش مبسوطه، صح؟ مش مبسوطه انت موضوع التوارث ده، توارث الحكم. العيله العثمانيه عيله صغيره للغايه. تخيل العيله العثمانيه بقى، العيله اللي بتهيمن على هذا الكيان الضخم الهائل، وبالذات لما بدأوا يحكموا وما شاء الله ثلاث ارباع العالم المعمور ساعتها بيحكموا بقى مصر وشمال افريقيا كله، ادي عندك افريقيا، ويحكموا الشام والحجاز واليمن والعراق، وادي اسيا، وبيحكموا اوروبا، نص اوروبا. فثلاث قارات بتتكلم على مساحه كبيره جدا. وكان في الاخر هو العيله العثمانيه صغيره لغايه لدرجه احيانا العيله العثمانيه بتبقى عباره عن فرد او فردين بلا مبالغه. انا مش بتكلم على محمد الفاتح، كان هو الوحيد المتبقي من العثمانيين في الدولة العثمانية، وفي واحد تاني عثماني عند البيزنطيين واخدينه بيساوموه عليه، وخلاص على كده خلصت الدولة العثمانية. فايه الحكاية بقى؟ طب ازاي، فين القوة اللي تخليه يتوارث الحكم بهذه الصورة؟ الفكرة ان الدولة العثمانية لحد هذه الفترة، فترة محمد الفاتح، هي مكونة من عائلات الدولة العثمانية، مش العائلة العثمانية، الدولة العثمانية مكونة من عائلات تركية مختلفة. تمام؟ يعني عندنا أصلا الأناضول، لما قامت فيه الأناضول، لما قامت فيه الدولة العثمانية، كان في أرطغرل ليه مقاطعة صغيرة كده، وبعدين بعد كده سلمها لابنه عثمان، مقاطعة صغيرة أوي السجوت وحواليها حتت صغيرة، أماكن صغيرة. كل اللي كان مستلمه عثمان من ابيه ارطغرل 4000 كيلو متر مربع، يعني 80 كيلو في 50 كيلو، يعني ديفنتلي ال اي اكبر منه. تمام؟ فده دي مساحه الدوله. جنبها في 15 20 اماره تركيه منفصله، كل واحده بريسها بتوارثها بنظامها كلام من ده. بعدين اتجمعوا كلهم في كيان واحد على راسه الدولة العثمانية، في حق على رأسه واحد عثماني، في ظروف معينة مرينا بها في الجزء الأولاني من الدورة. لو أي حد، لو رفعنا هذا الرمز، الرمز العثماني، طب مين اللي يجي وراه؟ 20 واحد بقى. ويحصل صراع وصدام بينهم، عشان في الآخر مين اللي يتولى هذا الحكم؟ كل واحد شايف نفسه إليجيبل أو أفضل من غيره في إن هو يتولى، فاتفقوا مع بعضهم بعض على ان خلاص هذا المركز خليه لدولت للعثمانيين، واحنا مع بعض كلنا ايه بنكون مع بعض الدوله. فلما المنصب بيشغل او بيبقى فارغ، هم بيدوروا على واحد عثماني يجيبوه عشان ما يتصارعوش مع بعض ويفكوا الدوله. فحتى في حال الضعف الرهيب للسلطان، يموت السلطان يجيبوا واحد ضعيف، لدرجه احيانا بيجيبوا واحد مجنون. بس ده اللي فاضل من العثمانيين. تخيل، في ابراهيم المجنون ده كان بيحكم الدوله العثمانيه في فتره من الفترات، يعني لسه متاخره، مجنون مريض عقليا، مش مجنون متهور يعني، لا هو مريض.
فهم جايبينه لان هو الوحيد اللي ممكن اليجبل ان هو بس هم كلهم يكونوا متجمعين تحت السلطه دي. وطبعا ده يعني دي طبيعه الوضع اللي كان موجود ساعتها، ما كانش في اليات طبعا الانتخاب والاختيار من الدوله كلها. يعني احنا مش عايزين برضو نحكم على تجربه معينه بمعايير زماننا. ده حتى سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ما تربوش اولادكم على زمن لم يعيشوا فيه. انت بتربي ابنك على الزمن اللي انت عايش فيه، وساعات على البلد اللي انت كنت جاي منها، وهو في ظروف تانية خالص، زمن تاني وفي بلد تانية وفي ظروف تانية، فليه معايير مختلفة. فلما نيجي نحكم على الدولة العثمانية ونظام التوارث والحاجات دي كلها بلغة عصرنا بنبقى متضايقين. في حاجة حصلت في عندي ولا عندكم؟ هيرجع؟ هيرجع الحمد لله. فديت النقطة بتاعت التوارث. في أسئلة تانية؟ اتفضل. حدود الدولة البيزنطية. نعم. بص يا سيدي، ده سؤال جميل قوي. الدولة البيزنطية كانت بدأت تتحلل. في الوقت اللي فيه محمد الفاتح حكم، الدولة البيزنطية كان ليها ثلاث أماكن متبقية. بس الثلاث أماكن اللي حضرتك بتسأل سؤال مش كده؟ الثلاث أماكن المتبقية دولت منفصلين عن بعض من ناحية الحكم. يعني كل بلد ملهاش علاقة بالتانية، بس في الآخر كلهم بيزنطيين، قسموها على بعضهم. فكان عندهم الكيان الأول اللي هي القسطنطينية، دي دولة لوحدها. القسطنطينية هي مدينة واحدة حواليها سور قافلها، وبعض القرى حوالين الأسوار من بره. بس الكرة اللي حوالين الأسوار دي غير محمية، لو جه جيش هياخد الكرة دي في لحظة. لكن المدينة نفسها مدينة لا تفتح، تمام؟ معروفة كده ان هذه مدينة لا تفتح بالمعايير اللي كانت موجودة في زمانهم، لا تفتح. فخلاص اللي عايش جواها عايش ملك عليها. كان سكانها حوالي 50,000 في الوقت ده. سكان القسطنطينية من 500 سنة قبل الأحداث دي كانوا 500,000. بس مع مرور الوقت سكان القسطنطينية، بس القسطنطينية كمدينة تستوعب 500,000 جواها مستريحين وعايشين عيشة جميلة يعني. لكن مع مرور الوقت حصل تدهور في الدولة، وبدأت السكان تقل، وخاصة بعد الحملة الصليبية الرابعة اللي هي كانت متجهة للشام تحارب المسلمين، ولقت القسطنطينية فاضية، كان فيها فتنة على الكرسي، قاموا مغيرين اتجاههم، بدل ما يروحوا الشام راحوا القسطنطينية احتلوها. حملة صليبية كاثوليكية والقسطنطينيه ارثوذكس، فهم بيعادوا الارثوذكس اكتر ما عادوا المسلمين. فراحوا سابوا المسلمين وراحوا حاربوا ايه القسطنطينيه خدوها. فلما خدوها اثنوا شعبها واستباحوها، اشد الكوارث الانسانيه في تاريخ الحروب ما فعله اللاتيني الكاثوليك في الارثوذكس الشرقيين في القسطنطينيه 1204 لما دخلوا القسطنطينيه. وهم يعني كل المؤرخين حتى الغربيين الكاثوليك يعني معترفين بذلك ان دي كانت كارثه انسانيه، لانها هدوا حضاره لما دخلوا بشكل كبير جدا. بعدها ما قامتش امه بقى ايه للقسطنطينيه لحد ما اتحررت من اللاتين سنه 1261، ومن بعدها فضل وضعها بقى ضعيف وان كانت جوه الاطار بتاعها اللي هو اطار القسطنطينيه. وعليها الامبراطور اللي هو البيزنطي اللي هو في زمن محمد الفاتح كان قسطنطين الحادي عشر، اخر واحد من اباطرة الدولة البيزنطية، وطبعا الحكم فيها كان توارثي برضه. فديت بالنسبة للقسطنطينية. الجزء الثاني كان منطقة اليونان. اليونان ديت برضه كانت تبع الدولة البيزنطية بس منفصلة عن القسطنطينية. بيحكمها في زمن محمد الفاتح اثنين، ديمتريوس وتوماس. الاثنين ديمتريوس وتوماس اخوات قسطنطين الحادي عشر، الثلاثه اخوات بس ما لهمش دعوه ببعض. وديمتريوس وتوماس اللي بيحكموا اليونان دولت متصارعين مع بعض برضه، الحمد لله انهم كانوا متصارعين. ده كان بيستغلوا محمد الفاتح في التوازنات في المعارك اللي تضم يعني. فده القسم الثاني اللي هو قسم اليونان، وبيسموه ساعات المورا. المورا اللي هي موريا دلوقتي، اللي هي الجزء الجنوبي من اليونان، شبه جزيرة المورا أو موريا الجنوبي ده كان هو الأساس بتاعهم.
وبرضو اليوم سيطر على أجزاء من اليونان اللي فوقيه. الجزء الثالث مش باين في الصورة هنا، هيكون مفروض مكانه هنا تقريبا على ساحل البحر الأسود، اسمه ترابزون. وموجود دول طبعا، مدينة ترابزون معروفة في تركيا، كانت دولة، ومش دولة عادية برضه، امبراطورية، وعليها الامبراطور اللي هو كان اسمه جون الرابع في زمن محمد الثاني. دي برضه بيزنطية منفصلة عن الدولة القسطنطينية. يبقى دول ثلاث أماكن أصحاب قيمة، يعني ثلاث أماكن مهمة في الزمن ساعتها. في عندنا تو ساتلايتس تانيين كده، أماكن صغيرة، حاجة اسمها إبيروس. إبيروس دي كانت زمان إمبراطورية كبيرة جدا بيزنطية في المنطقة دي كلها، في ألبانيا وفي اليونان وفي مقدونيا. تقلصت في زمن محمد فاتح قوي، ما عادش عندها غير ثلاث أربع جزر في بحر الأيوني، أيونيان سي اللي هو البحر ده، ثلاث أربع جزر كده إيه صغيرين، برضو كان عليهم رئيس لوحدهم، بس الرئيس اللي عليهم ده كان بندقي، الشعب بيزنطي بس الحكم بندقي. دي كانت الساتلايت الأولى أو المستعمرة الأولى. والمستعمرة الثانية كانت في المنطقة هنا ديت، في اللي بيسموها شبه جزيرة القرم، اللي هي اسمها مملكة تيودورو، برضو عليها امبراطورة ساعتها كانت واحدة ست اللي هي بتحكمها، وبرضو ديت بيزنطية ومنفصلة لوحديها، بس ديت كانت صغيرة قوي ودول صغيرين قوي، يعني قتالهم ما كان قتال يوم وليلة، يعني ما فهمش جيوش. هي اصلا بتبقى مدينة صغيرة بس هي من السلالة البيزنطية، فعاملة نفسها كيان في هذه المنطقة. طبعا المنطقة دي دلوقتي تبع اوكرانيا، هي اصلا روسيا بس بعد ما اتفكت الاتحاد السوفيتي يعني بقت مع تبع اوكرانيا. فديت ايه، ديت الاماكن البيزنطية الموجودة في ذلك الوقت. الله اتفضل. ممكن شاركنا الاسماء الموازية الجغرافية للقديم؟ ما انا بشارك اهو، بس يعني اكتر من كده اقول ايه. يعني اليونان وموريا، ما دام يعني دي اوكرانيا ساعتها، ديت في اليونان، في البانيا ومقدونيا، يعني هاي التاني كده ما قاره، يعني جغرافيا البلقان هلا، يعني اسم الحديث هي اسمها البلقان برضو الى الان، اسمها البلقان. البلقان هي الجنوب شرق اوروبا ما تحت الدانوب وسافا. بس انا كنت عايز اشوف الحاجات اللي على جنب، عايز اطلع الحاجات اللي على جنب عشان برجع لها كل شويه. انا برجع لدول دلوقتي، لما تيجي كبرها كبرها انا. حسب السؤال بقى برجع للخريطة اللي تناسبه. شكرا. تفضل. فتح حصائب كان كيف هذول الكافيه اللي بتحكي؟ ده كلام كبير قوي برضه. بشوف تفاصيل دقيقة في الموضوع. ازاي الكاثوليك فتحوها وهي فتحها صعبة كده؟ فتحوها بخيانة. اتفقوا مع واحد من البيزنطيين جوه على ان هم يفتح لهم الباب وهم يولوه على كرسي بتاع بيزنطه، وهو ده احد المتصارعين على الحكم، ففتح لهم الابواب لا تفتح، الابواب لا تخترق في هذا الزمن بالياتهم، لا تخترق. ففتح لهم الابواب ودخلوا، وطبعا بعد ما دخلوا باعوا القضيه، باعوه وباعوا الناس، ذبحوا الناس كلها. يعني افنوا، بتتكلم على مثلا بلد سكانها 500,000 بعد الحمله الصليبيه، بس سكانها 100,000، يعني استباح. ده غير تدمير المكتبات وتدمير القصور وتدمير الاشياء. محمد الفاتح شاف واحد بس بيكسر حته في الرخام ايا صوفيا، ضربه بايديه، ما قدرش يتحمل ان هو لسه يدي امر، ضربه بايديه عشان قال ما فيش حاجه تتكسر في المدينه كلها، حافظ عليها. حتى ايا صوفيا لما حولها مسجد كلها صور، غطى الصور بالقص بدون ما يكسر ولا صوره، كل الصور موجوده دلوقتي بس ورا الستائر اللي حطها من القص او الاسمنت عشان يخبي الصور اللي في اللي وراه، بس ما يكسرش حاجه من المعمار بتاع البلد ولا الاثار اللي عملها السابقون فيها. فده اللي عمله اللاتين يعني.
لا انت ده سألت قبل كده. خليك بقى لو في مساحة ناخد. فتح القسطنطينية؟ هتيجي شريحة. الفتح بشكل عام ولا القسطنطينية؟ القسطنطينية هنيجي نتكلم على شهادة ستانفورد شو، وهو مؤرخ أمريكي يهودي كاتب كتاب عن تاريخ اليهود في الدولة العثمانية وفي تركيا، وهنشوف شهادته في طريقة الفتح العثماني للقسطنطينية. بعد كده احنا اتكلمنا في أثناء المحاضرة على السلام العثماني داخل الدولة العثمانية، ما فيش عندنا أي تعامل قهري ولا قصري مع الشعوب. أما الحروب بين جيش وجيش توقع فيها أي شيء مع الجيوش، طبعا الحروب يعني قاسية على الجميع، يعني شهداء الدولة العثمانية في الحروب أعداد يعني لا حصر لها كتيرة جدا. اتفضل. أنا صراحة كنت عامل لك سؤال مكتوب فلو عايز حضرتك. هنا؟ نعم. ما رأي حضراتكم بمسلسل أرطغرل التركي الحالي في هل تنصح الآباء بتسمع أو تسمع بتشجيع أبنائهم؟ تمام. بص حضرتك، هو هل حضرتك حضرته كتركي هقول لك المسلسل حضرتك، مسلسل قيامة أرطغرل أو أي مسلسل بشكل عام، أنت بتقيمي المسلسل بطريقتين. أول طريقة، هو ماشي في الاتجاه السليم ولا مش ماشي في الاتجاه السليم، بمعنى أنه بيمدح في شخصية ممدوحة ولا بيمدح في شخصية مذمومة، والعكس هل بيذم شخصية جيدة ولا بيذم شخصية سيئة. ده أول حاجة، اللي هو الاتجاه بتاع المسلسل ماشي في الاتجاه السليم ولا لا. قيامة أرطغرل ماشي بالاتجاه السليم. أرطغرل كانت شخصية عظيمة، شخصية ربنا سبحانه وتعالى بارك في عملها وذريته، يعني شفنا أثر مجيدة جدا للجهد اللي هو بذله، مع أنه كان يعني أمير مقاطعة صغيرة جدا يعني. لكن الجزئية الثانية، المعلومات التاريخية اللي هو بقى الجزء العلمي في الموضوع، هل هو موجود ولا غير موجود. ف بلا مبالغة ممكن تقولي إن مسلسل قيامة أرطغرل مثلاً فيه 5% من الحقائق و95% من الدراما اللي ملهاش أي أصل، وهذه نسبة أنا بحاول أجامل فيها المؤلف، لأن هي غالباً 3 أو 2% أو جايز 1 لو عملت دراسة علمية الموضوع. ليه؟ لأن إحنا معلوماتنا عن أرطغرل غير موجودة أصلاً. لو جمعت المعلومات العلمية الموثقة من الكتب عن أرطغرل مش هتعدي 15 صفحات، وما كتب عن أرطغرل كله اتكتب بعد 200 سنة من وفاة أرطغرل، بعد ما بقت الدولة العثمانية ليها شأن واسم، فبدأ الناس يكتبوا عن أصولها. ولما كان أرطغرل عايش وعثمان عايش وأرخان عايش، شو قد إيه؟ ما حد كان يسمع مين في الدنيا كلها، ولا حد يعرف ان في حد هنا عايش اسمه عثمان وعمل دولة العثمانية ولا دولة. ده انت 16 كيلومتر مربع، 1000 كيلومتر مربع في اخر عمره، يعني هو بعد الكتح الطويل معاش من سنة 1280 بيحكم لحد 1326، وهو زودها من 4000 ل 16000. فمحدش داري بالدنيا ديت. انت تعرفي ايه عن محافظة في النيجر مثلا؟ تسمع انه يعملوا ايه؟ ولا محافظة في حتى في امريكا وانت عايش هنا اهوت في وسط البلد مثلا، تعرفي مين هو المير مثلا بتاع اي ولاية ولا اي مدينة بعيد عنك عن المنطقة اللي انت عايشها؟ تعرفيش يعني، مش في الانترست بتاعك، مش كده، مش في اهتماماتك. فده كان الوضع ساعتها، بلد دولة صغيرة جدا محدش يعرف عنها حاجة، فمحدش معني بتاريخ قصة أرطغرل. بعد 200 سنة، بعد ما بقت الدولة العثمانية الدولة الكبرى ولها ثقل، بدأنا نكتب التاريخ بقى، فلازم أضخم وفخم وأعظم قوي في أصولي. تمام؟ فبدأ يكتب القصص فهو مثلا وصلنا باليقين مثلا إن هو كان عادلا. يوم جاي المؤلف كاتب له 10 حكايات في باب العدل. قصص يألفها هو من دماغه وما حصلتش، بس يكون فيها في النهاية إن أرطغرل عدل في الحكم
هو شجاع يوم جاي كاتب له 10 20 قصة في الشجاعة، وهكذا هو كريم يكتب له 10 20 قصة في الكرم. بس ده مش كلام علمي بقى. ليه؟ لان انا هو من رؤية الكاتب ان ده موقف كرم، بس لما اجي احلله اقول له والله ده مش كرم، ده تهور او ده سفه او ده كده. من وجهة نظري انا يبقى انا اختلفنا على قصة انت اصلا مألفها. يعني هات لي القصة اللي حصلت نحللها مع بعض. انا كنت بظلم الراجل وقال لي تهور، هو مش تهور ولا حاجه، ما عملش اللي انت بتقوله ده. فصرت اسيرة فكرة المؤلف. فلو انا عايز اتفرج على حاجة زي كده لازم اكون حاطط في دماغي ان انا ما باخدش منها معلومة تاريخية، انا بستمتع بالمعاني الإسلامية المزروعة كأنها مثل مضروب، واضرب لهم مثلا. يعني هذا مثل مضروب. المعلومات التاريخية تاخدها من الكتب الموثقة. والله أعلم. فضل ايش أصله أرطغرل؟ من عيلة اسمها أوغوس خان، ودي من أشرف وأكبر العائلات التركية، جاي من وسط آسيا، وسط آسيا، وهاجروا مع مرور الأيام يعني الأسباب برضو اختلف فيها المؤرخون بشدة، عشان ما تفتكروش برضو أن اللي جاي في المسلسل هو اللي حصل. لا، في اختلافات كتيرة جدا في كيفية وصوله إلى الأناضول أصلا، وبعدين بعد كده لما وصل إلى الأناضول في معركة من المعارك يعني عمل قبل بلان حسنا، فالأمير السلجوقي اداله إقطاعية كمكافأة في السجود ديت. وأنا كنت قايل في الدورة اللي فاتت أن هو كان بيبعده مش بيكرمه، بيرميه لأنه حط في بق الأسد، ده حطته في مقاطعة على وش الدولة البيزنطية، فده كان بيتخلص منه. بس هو ربنا بقى إيه كرم التاني وطلع المكان بتاعه، ده هو السبب في نشأة الدولة العثمانية. اتفضل. عندي تعقيب لو سمحت على حكاية المسلسلات. المسلسلات مش وثائقية، it's not documentary. It's for the entertainment. أيوه بالترفيه. أيوه. صح هو ده. زي ما تفضلت يمكن 5% حقائق. صح. والباقي كله للترفيه. ترفيه، نعم، اتفضل. حضرتك هو آيا صوفيا أفضل القصص وحولها إلى أمريكا. لكن العبادة صار المسلمين إلى مساجد حرام. صح، هو بيسأل سؤال جميل جدا، وده ليه شريحة خاصة هنتكلم عليها. كنا هنتكلم عليها النهاردة بس شكلنا هنتكلم عليها بعد بكرة. بالوقت الوضع اللي احنا فيه ده، في شريحة على تحويل الكنائس إلى مساجد. سؤال بيقول يعني هو حول آيا صوفيا وهي كنيسة إلى مسجد، وطبعا المفروض بقية السؤال إن حضرتك تقول لي طب وعمر بن الخطاب لما دخل القدس ما حولش كنيسة القيامة إلى مسجد، وما رضاش حتى يصلي في المسجد في الكنيسة عشان لا يقال أن عمر صلى هنا فيأخذها المسلمون بعد ذلك بحجة أن عمر صلى في هذا المكان، صح كده؟ في اختلاف طبعا فقهي كبير جدا بالموضوعين، إن شاء الله نتكلم عليها في شريحة منفصلة، مش عايز أحرقها دلوقتي. فضل، خلينا نقضي أسئلة النهاردة؟ آخر سؤال، فضل. عشان انت ابن الاستاذ اشرف الجندي لازم اسالك. صاحبي الله يخليك، اذا توفرت المقومات الاساسيه ان يكون العلماء بحثوا في المواثيق اللي عملتها الدوله العثمانيه مع الدول الوثائق قصدي هل يمكن، هل يبقى من الامل تحقيق هذه الوثائق يعني من صعيد للمستقبل؟ ايوه، هو تحقيق الوثائق ده صار مهمه إنسانية، يعني مش مهمة إسلامية ولا صربية ولا كذا، هي مهمة البشر في البحث عن العبرة في التاريخ. فزي ما أنت حريص على إخراج هذه الوثائق، في علماء كتير من الغرب حريصين على إخراج هذه الوثائق، بيحاولوا أنهم يطلعوا وثيقة من هنا ومن هنا ويترجموا هذه الوثائق ويكتبوها. وانا قلت قبل كده في اعتقد في اثناء السيشنز الاولى ان اعتمدنا في فهم وضع المسلمين في منطقه البانيا والحروب اللي دارت في البانيا في زمن محمد الفاتح كان معتمد على مؤرخ امريكي راح عاش هناك في البانيا وتعلم اللغه الالبانيه وبدا يترجم الوثائق الالبانيه الموجوده ويترجم الوثائق العثمانية المتكلمة عن الموضوع ده. فأنا تلاقيني في الكتاب بتاعي بتكلم أقول قال تورسون بيك التركي اللي كان عايش في محمد الفاتح والمصدر تحت أمريكي،
خد بالك المصدر مش ترسم، ترسم ما عنديش المصدر بتاعه. وقال عاشق بك كذا، وقال الكيفامي كذا، الكيفامي ده تركي برضه، مؤرخ تركي معاصر لمحمد الفاتح وبايزيد الثاني. وقال ادريس البدليسي، ادريس البدليسي برضه مؤرخ تركي معاصر لبايزيد الثاني ابن محمد الفاتح، وكتابات كل ده نقلا عن الامريكي اللي راح يشتغل هناك. ما عنديش انا لا ادريس البدليسي ولا عاشق زاده ولا ترسم. فهو جهد انسانيه مشترك، وده صار موجود دلوقتي، صار موجود بشكل علمي جميل. في تنسيق ما بين الجامعات والاكاديميات المختلفه، في نوع من التبادل العلمي، في نوع من قله الحساسيه الى حد كبير عن الاوضاع السابقه اللي اتكلمنا عليها. فالحمد لله في امل ان انت تطلع كل يوم وثيقه جديده تحللها. بعد ما بتطلع الوثيقه بنختلف في طريقه تحليلها، ماشي. يعني انت كمؤرخ الباني ولا مؤرخ مقدوني ولا حاجه بتنظر للوثيقه دي بطريقه معينه، انا بنظر لها بطريقه ثانيه بناء على معلوماتي وخلفياتي وفكري للدين عندي وهو عنده هو، بنختلف. بس المهم الوثيقه صارت موجوده، فده هيغير كتير قوي من رؤيتنا في الفتره القادمه. انا هكتفي بهذا القدر من الاسئله، وطبعا هنعمل برضو سيشن ثانيه للاسئله ان شاء الله، ما تقلقوش. هنيجي نتكلم دلوقتي على، انتوا فيكم نفس بعد الاسئله ولا ناخد بريك ولا ايه؟ ناخد بريك ساعتين نتغدى فين تاني؟ تحب تاخدوا الحلو؟ ما كانش في حلو على فكره في الغدا، ولا كان في حلو عندكم؟ كان اضحك عليا، اضحك عليا. معلش بكره ناخد حلو بس. نتكلم على محمد الفاتح في طفولته وفي شبابه. هو طبعا حياته كلها شباب لان هو اصلا مات 49 سنه، سبحان الله. كل الفيلم الجديد ده مات 49 سنه، لكن فتره الطفوله بتاعته دي مهمه جدا. بس انا قبل ما اقول فتره الطفوله خليني ارجع اقول لكم حاجه جميله قوي تستمتعوا بيها. البندقية فينيسيا زي ما قلنا كانت جمهورية ضخمة جدا، جمهورية صغيرة جدا بس لها قوة ضخمة جدا، أقوى أسطول في العالم، وليها مسيطرة على مساحات كبيرة جدا من الموانئ والجزر، بيسموها جمهورية بحرية. متقسمة لثلاث أقسام، قسم اللي هو الفينيسيا نفسها البلد الأم، والقسم الثاني اللي بيسموه المينلاند اللي هي الأراضي الإيطالية اللي بتسيطر عليها شمال البندقية دي، والجزء الثالث بقى ستيت أوف ذا سي، دولة البحر. بحار بقى كل بحر هي ليها فيه مواني مواني مواني. الادرياتيكي كله تبع البندقيه، البحر الايوني معظمه تبع البحر، ايجا كتير جدا منه تبع البندقيه، موانئ اليونان كلها تبع البندقيه، موانئ البانيا، موانئ كرواتيا يعني، والجزر رودس، رودس كانت معاهم في الاول بعدها راحت لبورسعيد القديس يوحنا، قبرص كانت تبعهم شويه وراحت بعد كده المملكه المنفصله، يعني هكذا ليهم كل، حتى البحر الاسود كان ليهم فيهم ساتلايتس كتيره قوي في البحر الاسود وبعد كده راحت لجنوا. فدوله قويه جدا، الدوله دي كانت على اتفاق او على معاهده معينه مع مراد الثاني ابو محمد الفاتح. فلما مات مراد الثاني استلم محمد الفاتح، فهم يريدون ان يعرفوا من هذا الذي استلم الحكم شكله ايه، عايزين يعرفوا صفاته. بعت واحد رحاله اسمه لانجوشي، الرحاله ده كتب وصف لمحمد الفاتح بعد فتح القسطنطينيه بسنه او سنتين، يعني بيوصف في محمد، الوصف اللي هتشوفه دلوقتي ده وصف بندقي، جاسوس بندقي بعت رساله موجوده ومحفوظه في البندقيه الان في فينيسيا، موجوده هذه الرساله، واحنا واخدين هذه الرساله من الكتب الغربيه مش من كتبنا احنا، كتب البندقية، كتب الإيطالية، جايبة هذه الرسالة إن ده وصف الفاتح في رؤية البنادقة سنة
54 او 55 1454 او 1455 يعني بعد فتح القسطنطينيه سنه او سنتين. يعني عمر الفتح في هذا الوصف كان عمره 22 23 سنه. تمام كده؟ شوفوا بقى الراجل اللي عنده 22 سنه ده صفته شكلها ايه. نقرا مع بعض كده بهدوء. بيقول ايه؟ حسن البنيه اقرب الى الطول منه الى الوسط، خبير في استعمال الاسلحه، رؤيته تدعو الى الرهبه اكثر من مجرد التوقير، يضحك نادرا، حذر للغايه، مشهور بالكرم العظيم، عنيد جدا في كل مهامه، ياخذ كل اموره بعزم وشجاعه، يريد شهره ومجدا موازيين لما كان للاسكندر الاكبر. طبعا الاسكندر الاكبر بيسموه الكلاسيك اكزامبل عندهم، ده الرمز الكلاسيكي لافضل قائد في التاريخ كله، هو يوليوس قيصر. الاثنين دول اعظم اثنين عندهم، فهو بيقارنه بالاسكندر الاكبر. طب تقرا عليه يوميا الاعمال الرومانيه التاريخيه وجايب اسماء لهذه الاعمال، والاغريقيه وبرضه جايب اسماء لهذه الاعمال، ويوميات الباباوات ويوميات الاباطره، الاباطره اللي هم حكام الدوله الرومانيه المقدسه اللي اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي المانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا والقصه دي، ويوميات ملوك فرنسا وكذلك ملوك لومباردية، لومباردية اللي هي شمال ايطاليا، يتكلم التركيه واليونانيه والسلافيه. طبعا هو كان ناقص عنده اثنين في النقل، هنقول دلوقتي كان بيتكلم لغات قد ايه، كان بيتكلم خمس لغات محمد الفاتح. عنده رغبه عارمه في معرفه جغرافيه ايطاليا تحديدا ايطاليا، ان هو كان في دماغه فتح روميه غير فتح القسطنطينيه كمان، وكان يمتلك خريطه لاوروبا موضحا عليها الممالك والاقطاعيات، دائم اليقظه ويستطيع ان يتحمل الارهاق والحر والبرد والعطش والجوع، يعلن انه لا يخاف من احد، لا يميل هذا الرجل، الكلام ده اللي قلناه امبارح في المحاضره بتاعت هاثر، لا يميل هذا الرجل لاي من الشهوات، ولكن يتميز بالخصال الرصينه، انه ليس اسيرا لاي متعه او لذه اللهم الا حب المجد. ده وصف عدو. ما لو بيحبه هيكتب ايه؟ يعني لو واحد صاحبه ولا حبيبه ولا ابوه ولا امه هيكتب ايه؟ هيكتب اكتر من كده. ده العدو كيف يراه؟ فين الوقت ده كله؟ يعني سبحان الله فعلا انا لازم اعرف هو اتكون كده ازاي؟ يعني احنا كده بنتكلم في فتره شبابه الاولى، يعني هو في ثالثه او رابعه جامعه في زماننا احنا دلوقتي، لسه ما خلصش الجامعه، لسه ما خدش الشهاده بتاعته العليا. ايه الوضعيه دي؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايه الوضع ده؟ التكامل ده في البناء، الاخلاق اللي بيوصفها الراجل ده، يعني واحد بندقي بيوصف محمد الفاتح بهذه الاخلاق انه يميل الى الشهوات وليس يسير لاي متعه ولا لذه، بيوصفه في جسمه وطريقته في استعمال الاسلحه، بيوصفه في قيادته في حذره في يقظته في ثقافته في اطلاعه في لغاته. ايه ده؟ ايه ده؟ ده وصف بندقي يا اخوانا، يعني انتوا اضربوا الحقيقه في 2 3 4 10، لان هو بيحاول على قد ما يقدر ان هو ما يمدحش عدوه يعني، بس مش قادر. هو ده الوضع اللي كان فيه محمد الفاتح. لازم ارجع وادرس واقول يا ترى ايه اللي عمل الشخصيه دي بهذه الصوره المبهره. نقول نرجع بقى كده كلمه بيقولها ستيفن تيرنبل، وده مؤرخ انجليزي، بيقول لقد ربي محمد الثاني ليكون اعظم سلطان في زمانه. وبعد ما راجع طريقته في التربيه، وده برضو كتاب ترجعوا له يعني في قصه محمد الفاتح، وكتب الحقيقه مكتوبه في حياته كثيره، يعني قلنا اكثر من 900 مصدر بيتكلموا عن محمد الفاتح وعن الدوله العثمانيه اللي رجعنا لهم، وبعضي مش كل المراجع يعني احنا رجعنا دي اللي رجعنا له، في غيرها كتير. فهو بيقول بعد خلاصه التربيه لقد ربي محمد الثاني ليكون اعظم سلطان في زمانه. المربون لمحمد الفاتح مين رباه؟ عندنا ابوه مشهور جدا، عندنا اتكلمنا عليه مراد الثاني، وصف الكرماني، والكرماني ده يعني مهم جدا، الكرماني ده مؤرخ معاصر واسمه ايه؟ القرماني.
يعني ميت قرمان آلات أعداء الدولة العثمانية. وهنشوف بعد شوية قرمان كل شوية عامل انقلاب على محمد الفاتح، عامل انقلاب على أبيه من قبل، على اللي حضر الدورة الأولى كان كل نص ساعة نتكلم عن انقلاب قرمان في الدورة. مشكلة كانت عاملة مشكلة، ومع ذلك شوف بيوصف قرماني هذا مع كل هذا الميراث من المشاكل مع الدولة العثمانية، بيوصف مراد الثاني يقول لي كان ملكا عالما عاقلا شجاعا وكان يبدي العناية بالعلم والعلماء. لعل الجزئية الأخيرة دي مهمة للغاية في التوصيف، وكان يبدي العناية بالعلم والعلماء، وهو ده المفتاح الفريد للغاية في تربية محمد الفاتح، إن تربيته علمية، هو متربي على أسس علمية، على دراسات جدوى. اللي بيشتغلوا في تربيته مش بيشتغلوا بشكل عشوائي، لا مش زي ما تيجي أمور، لا هو بينتخب أفضل الكوادر الموجودة في المجال المعين عشان يربي الولد ده. هو ده المجال اللي تستثمر فيه، اصرف في هذا المجال، اصرف وابذل جهد في هذا المجال، ان انا اربي ابني عند افضل كوادر، مش مجرد تربية وخلاص، لازم يكون حد محترف في المجال المعين ده، وخاصة لو الابن ده عنده موهبة معينة، يبقى اللي يسكل هذه الموهبة لازم يكون محترف في المجال عشان يعلى به ويصل به الى مجال الابداع. في ناس كتيرة عندها علم لكن ما عندهاش إبداع، الإبداع ده محتاج تشرب العلم بشكل كبير واستوعب كل ما يعني جاء في هذا العلم، ثم أبدي بقى وجهة نظري أنا، أبدع تبقى أجيب حاجة جديدة في المجال ده. لكن إن أنا يعني أروح عند شيخ عادي أو عالم عادي أو مدرس عادي أو كلام من ده في كل المجالات، وخاصة في مجال الموهبة ده، أنت بتقتل مواهب ضخمة، الأولاد عندهم إمكانيات هائلة والله، كل أطفال في الدنيا، كل واحد طفل ربنا اداله مواهب خرافية. طبعا في أطفال بتبقى جينيس، يعني عنده هو أصلا زي محمد فتح كده، هو عجينة. بس ياما في جينيس ماتوا في التاريخ بدون ما حد يسمع عنهم، ياما في ناس فعلا عباقرة، وانت بتشوفوا افتح اليوتيوب تشوف واحد بيسمع مش عارف ايه، ولا واحد بيضرب حسابات ايه، وفي الآخر ما بتسمعش عنه بعد كده، لم ينشأ في هذه البيئة العلمية. لكن هنا الراجل ده مراد الثاني كان ملكا عالما عاقلا شجاعا، هو نفسه كان عالم يعني، وكان يبدي العناية بالعلم والعلماء، وده اللي ادى وضعية لمراد لابنه بعد كده محمد الفاتح. امه احنا مش عارفين هي مين، امه غير معروفة في التاريخ، مفيش قصص عنها. امه هما خاتون، حتى هما خاتون ده ممكن ما يكونش اسمها، هما بيقولوا ان هو صفة زي ما بتقول السيدة الفاضلة أم محمد الفاتح، فما هياش اسم معين، مش اسمها كده. فبيقال إن أصلها ألباني، إن هي مش تركية anyway يعني، فبيقال إن هي من أصول ألبانية، مختلفين في أصولها، بعض ناس تقول إيطالية، بعض ناس الله أعلم. بس هي من المؤكد إن هي عاشت معاه فترة، لأن كان من عادة الأمراء العثمانيون أو أمير الدولة أنه يوزع أولاده على المدن المختلفة عشان يتعلموا، بالذات في الزمن ده. بعد كده اختلفت القصة، لحد زمن سليمان القانوني كان الوضع كده، أنه يبعت الأمراء لمدن مختلفة يتعلموا آليات الإدارة وآليات القيادة عشان لما يجي يوم يمسكوا الدولة يعرف يدير الدولة. فكانوا هم أطفال صغيرين خالص، زي ما كان العرب بيبعتوا أولادهم للبادية يتعلموا اللغة، تعلموا الأخلاقيات العربية الأصيلة، تعلموا الشجاعة، الكرم، الشعر، البلاغة، الكلام ده كله بتعلموه في البادية. برضو كان بيعمل كده الأمراء العثمانيون. فهما خاتون كانوا لما بيبعتوا طفل في مكان بيبعتوا مع أمه، لأن طبعا هو الخليفة أو الأمير بيبقى متجوز يعني أكثر من واحدة، فالأمير الواحد الأمير ده بيروح بتروح مع أمه في المدينة اللي هو عايش فيها وهكذا. فهما خاتون كانت عايشة مع ابنها اللي هو محمد الفاتح في المكان اللي هو كان بيبقى موجود فيه، منسة أو غيرها من البلاد.
فده بالنسبة برضو أنا بقول لكم الكلام ده لأن أنت هتقروا قصص عن أمي ماذا قالت له وما عندناش الكلام ده كله. يعني ما فيش عندنا أي تفصيل عن أي قصة حقيقية واقعية مرت بينه وبين أمه رحمها الله. وهي على فكرة ماتت وهو عنده 17 سنة. هني هيجي إن شاء الله دلوقتي لشريحة هنتكلم على وفاتها رحمها الله. وإحنا عرفنا اسمها ده من أبرع عمله لها ابنها محمد الفاتح وقفية. عمل وقفية باسمها لها لعمل البر يعني. وكتب الوقفية ديت على القبر بتاعها. فعلى القبر بتاعها مكتوب إلى هما خاتون أم محمد الفاتح. فعرفنا إن هي اسمها أم هما خاتون. لكن الكتب ما فيهاش إيه كلام عن هذه السيدة الفاضلة. القراني أحد المربين الكبار لمحمد الفاتح. وده ممكن يكون لشكل شخصيته بشكل قوي علمي. القراني ده كان عالم موسوعي في الفقه في الشريعة في تفسير القرآن الكريم في الشعر في يعني كان عالم أفضل عالم في الدولة العثمانية. هذا كان موكل إليه بشكل مباشر تعليم محمد الفاتح رحمه الله. ومعه الملة خسرو أو المولى خسرو. تكتب كده وتكتب كده المولى خسرو أو الملة خسرو. ده كان فقيه قاضي وبرضه من أكثر العلماء مهارة وقدرة على الفقه والاستنباط في حياة الدولة العثمانية بشكل عام. والاثنين دول كانوا مرافقين لمحمد الفاتح في طفولته فترة طويلة جدا من عمره. والمولى خسرو كان أقرب إليه من القراني. القراني كان شديد قوي في التعامل مع محمد الفاتح فكان ينفر ويتجه إلى المولى خسرو. والمولى خسرو كان هو دايما بيشجعه فعلا على ان هو يعني يكون مجاهد وكمان الناس اللي بيحبوا فكرة فتح القسطنطينية. ولعل ده اللي زرع في محمد الفاتح فكرة فتح القسطنطينية بشكل تشربها قوي قبل ما يكون ايه قبل ما يوصل لكرسي الحكم. دولت الاسماء الكبرى. في اسماء تانية كتير جدا مكتوبة في الكتب برضو موجودة موثقة بس ما فيش داعي اننا ايه ندرس. لما ان شاء الله يطلع الكتاب هتلاقوا اسماء الناس ديت ايه موجودة. لكن الفريق العلمي ده ابوه وامه والقراني والمولى خسرو وعلماء آخرون متخصصون في مجالات مختلفة هم اللي وضعوا المنهج التربوي بتاع محمد الفاتح رحمه الله. منهج التربوي الكريكولم بتاعه. الشريحة دي بعد ما تكتمل صوروها تمام؟ يعني هي هيكون فيها 9 عناوين. نعم فضل. يعني مش سؤال بس يعني طلب لو سمحت. فضل ممكن تشارك معنا الباوربوينت على الإيميل؟ لا صدقاً ولا يعني هو بص حضرتك هو خليني يعني العرض نفسه كله هيبقى موجود صعب انها تكون الملاحظات الكثيره دي موجوده فيه لكن على الاقل تكون قدامنا ممكن انه انا قصدي اقول هيبقى البث كله موجود بالباوربوينت بتاعته يعني البث بيعرض الباوربوينت فانا ممكن اخد منه الباوربوينت بس وجود الباوربوينت نفسه على الموقع خلينا ندرس الحكايه ديت لان طبعا هو في حقوق المركز والتعديل فيه ممكن يكون وارد فتتغير المعلومه بشكل ما يكونش مناسب لما نراه نحن يعني ففي الاخر هتبقى الشرائح بتاعت رغب السجاني لكن معلومات الجوار مختلفه عن اللي انا بقوله وارد يعني فديت منهج التربوي للفاتح هنتكلم على 9 نقط بسرعة. تفصيلات طبعا موجودة ان شاء الله تلاقوها في الكتاب لما ينزل الكتاب ان شاء الله وموجودة بقى في الكتب الاصلية اللي هي المصادر المراجع الكبرى. ده موضوع كبير جدا جدا الناس اتكلمت عليه حتى اتكلموا عليه في امريكا الـ ECE Early Child Education عاملين دراسة في سيراكيوس يونيفرسيتي في نيويورك وواخدين محمد الفاتح اكزامبل هنا عندكم رجعوا للدراسة مكتوبة واسم المؤلف بتاعها جيبول رومبارين واكتبوا اسمه واكتبوا الـ Early Child Education هيطلع لكم الكتاب بتاعه دراسة معمولة في الجامعة فيها محمد الفاتح وفيها واحد تاني أوروبي إن دول مثال إن كان في حاجة اسمها Early Child Education في القرون الوسطى إن ده حاجة قديمة البشر عارفينها وادي مثال اهو محمد الفاتح الله اكبر. النقطه الاولى في الكريكولم القران الكريم الراجل ده
كان حافظ القرآن الكريم وهو ما تمش 10 سنين. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هو بيربى أن يكون سلطانا، المفروض يكون عنده اهتمامات كتيرة أوي أوي غير موضوع، لكن هو لا، هو عارف إن هو ده المفتاح. وخلي أبوه لما بيزرع جوه هذا المعنى والعالم القرآني والملا خسر وكلام من ده، ده كان شيء متشربه بشكل قوي جدا منذ طفولتي. الحاجة الثانية العلوم الشرعية، فقه وعلوم قرآن وسنة. وهو كان عالما، محمد الفاتح بياخد قراراته بشكل مدروس شرعيا وكلماته موزونة شرعيا. يعني الواحد دارس الموضوع مش حابب الإسلام بس، لأن ساعات احنا بنحب الإسلام وبنتصرف بعاطفة جياشة ناحية الإسلام، تصرفات غير صحيحة شرعا. زي ما نقول في محاضرة الأمس في هاوثرون، الناس اللي حضرت المحاضرة، العمل لكي يقبل لابد أن يجمع بين صفتي الإخلاص والصواب. الإخلاص يعني نيتك لله، والصواب يعني موافقته للشريعة، موافقته للسنة. فلو أنت مخلص وغير موافق للسنة، العمل غير مقبول، مع أنك أنت مخلص، أنت فعلا نفسك الخير ونفسك تحقق الإصلاح للأمة وللناس ولابنك ولنفسك، عايز ده كله، بس سلكت طريق غير شرعي عن جهل او عن عدم او حتى عن تعمد احيانا، لان شايف ان المصلحه كده، فما ينفعش، لازم عندي علم شرعي يضبط الحركه بتاعتي. فهو اتعلم العلم الشرعي منذ نعومه الاظافري، وكان عنده كورسات مكثفه جدا في هذا المجال. الحاجه الثالثه اللغات، الله اكبر، بيتكلم تركي وعربي وفارسي ولاتيني وصربي، واحتمال يكون بيتكلم عبري. ديت ما هياش مؤكدين تاريخيا، لكن المؤكد تاريخيا الخمسه الاولانيين دول. بيتكلم هذه اللغات كاهلها، مش متعلم في المدرسه بعض الاشياء، لا، لدرجه هقول لك مثلا مثال. اللاتينيه يتذوق الشعر باللاتينيه، يقعد يسمع شعراء البندقيه وجينوا، هنيجي شريحه ان شاء الله بكره في هذا الموضوع، ان هو بيسمع شعراء البندقيه، بيحب شعراء البندقيه وجينوا، مع انهم الاثنين من الاد اعدائه، بس هو كان بيفصل ما بين حياه الجيوش وحياه الشعوب. هو عنده انفتاح على الشعوب وثقافه واسعه، واخد من هنا ومن هنا. بكره عندنا شريحه كامله اسمها الانفتاح على الثقافات الاخرى، ازاي هو متفتح انه ياخد من اي حد، ما عندوش مشكله طالما ما بيتعارضش مع ديني، ما عندوش مشكله. فهذا الاتقان، متقن الفارسيه الى درجه ان هو عنده ديوان شعر هو مؤلفه، وكان شاعر محمد الفاتح بالفارسيه. يعني مش مجرد ان هو عارف، متقن العربيه، بحيث ان هو كل العلوم اللي تاتي الدوله العثمانيه تترجم الى العربيه مش الى التركيه، لان العربيه كانت لغه العلم في ذلك الوقت، لغه العلم. حتى بيترجم الخرائط الجغرافيا العربي، مش بس كتب شرعيه، مش لا، ده خرائط جغرافيا عنده يترجمها، الفلك يترجمها للغه، لان اللغه العربيه هي لغه العلم. المصطلحات اللي في اللغه العربيه الناس كلها متعارفه عليها، حتى في اوروبا. كتاب القانون لابن سينا قعد 500 سنه في اوروبا، هو المرجع الوحيد في الطب، فاللي عايز يتعلم طب يتعلم عربي، ده يعني في الزمن الاولاني. يعني هو ده موجود والله العظيم في تاريخنا، بس يروي يعني تاريخنا كده، يعني الحمد لله ربنا ان شاء الله يعز الامه. فدي اللغات اللي كان بيتكلمها. في ناس بتقول بيتكلم عبري احتمال، في ناس بتقول بيتكلم يوناني احتمال، بس اليونانيه والعبريه غالبا ما كانش بيتكلمهم محمد الفاتح. بس 5 لغات. الكلام ده قبل ما يوصل لكرسي الحكم، يعني كان عمره 19 سنه لما حكم، بيتكلم اتعلم الكلام ده كله قبل سن 19 سنه. وانا واقف عند الجمله ديت اقول لكم علموا اولادكم هنا عربي. عربي مش عشان انتوا عرب، عشان العربي لغه القران ولغه الحديث. بس يعني انا ما فيش اي عنصريه ولا قوميه ولا قبليه في هذه القصه. انا بقول الكلام ده للاخوه الباكستان والاخوه الهنود والاخوه الاندونيسيين والامريكان وكله. وتعلم عربي، والاخوه العرب يتعلموا عربي. عربي، العربي ده لا يمكن هتستوعب القران الكريم بالترجمه.
ولا بالمعرفه السطحيه. ده احنا نفسنا واحنا اصولنا عربيه بتقرا الصفحه ما طلعتش منها 3 4 10 كلمات ما انتش فاهمهم في القران الكريم يبقى قليل، ممكن تطلع اكتر من كده. واحنا عرب، امال لو مش عربي؟ وخلي بالك الكلمه الواحده في القران الكريم، القران الكريم حجمه قد كده، هو كله القران الكريم كام صفحه؟ اه. ليه بقى الاعجاز العظيم في ان كل كلمه جواها معاني كتير قوي؟ ده جاي من الموضوع ده، من ان الكلمه الواحده لها معاني كتيره، فالمترجم بياخد معنى واحد يترجمه وخلاص جزاه الله خير، هو ده اللي عمله. انما انا المعنى الثاني والثالث والرابع والعاشر والمعاني المتجدده اللي بتطلع لي في كل زمن وفي كل لحظه، وانت نفسك لما بتقرا خدت انطباع معين، بكره بتاخد انطباع ثاني، بعد بكره تاخد انطباع ثالث من نفس الكلمه. فانا محتاج اتقن مش اتعلم، مش مجرد ان انا الحمد لله ابني بقى بيفهم عربي بيسمع بس ما اعرفش يتكلم بس بيفهم، لا ده انا عايز اتقان. اعملها ازاي؟ اتصرفوا، انا ماليش دعوه، انا مروح تاني بلدي. انما انتوا عايزين احلوها، حلوها مع بعض بحيث ان انتوا تعلموا، تعملوا بقى مدارس، تستخدموا ناس، تصرفوا يعني اصرفوا شويه في هذا الموضوع فعلا، اعملوا مدارس محترفه في هذا الموضوع، ابذلوا جهد ووقت. لان الراجل ده لما اتعلم الحاجات دي ما اتعلمهاش، مش صحي الصبح كده نفسه بيتقن اللغات ديت، ده ليه النهار شغال؟ ده مسكين يا عيني، ده ازاي كان بيتعلم الحاجات دي كلها؟ ده واخد دروس ايه ده؟ درس الصبح ودرس بالليل ودرس العصر ودرس المغرب، كل وقت درس 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 درس، عشان بس في الاخر طلع محمد الفاتح. فلازم ابذل جهد، ما فيش حاجه بالساهل يعني، ما ولازم تحط اليات تناسب زمنك وتناسب بلدك وتناسب ظروفك. الظروف اللي هو اتربى فيها ممكن تكون مختلفه، انا مش عارف اجيب القراني ولا مولى خسر دلوقتي، بس انا يعني هقدر اجيب في الزمن اللي يناسبني. الحمد لله النت مثلا عندنا مش عنده، الموسوعه الشامله في الحديث عند الراجل بيخبط مشوار 3 4 شهور عشان يتعلم حديث، انا بعمل كليك هنا كده بطلع الحديث اللي هو حفي عشان يجيبه. ده صار عندنا علم متيسر في اللابتوب بتاعك ولا في الانترنت، ما كانش كان العلماء الاسبقون بيقعد شهور والله عشان يجيب المعلومه اللي انت بتجيبها في لحظه، بتخش جوجل تكتب كذا يطلع لك المعلومه. الله اكبر، والله لا تسالون يومئذ عن النعيم، والله هتتسال. لان انا مفرغ وقتي في ايه؟ انا عمال اتفرج على قيامه ارطغرل ولا بتاعه، سايب الجانب العلمي الحقيقي بقى، مش مرك. ده المسلسل الحلقه ساعتين مش كده؟ ده بس ساعتين دول اقعدهم قدام كتاب البخاري، نفس الساعتين ما قلتلكش، واتفرج برضه الساعتين دول هنا، ما عندكش وقت بقى تقعد للبخاري كمان. البخاري ولا مسلم ولا الترمذي، كتب يعني فيها كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم وموثق بقى مش متألف. فنرجع يعني القضية العلمية ما هياش قضية، أقول إيه؟ أقول لكم كلمة قالها يعني احد السلف، مش حاضر اسمه بس في ذهني، بس هتلاقوه موجود في كيف تصبح عالما، كتاب كيف تصبح عالما وكتاب ما استقرت وصول العالم، بيقول فيها لا يستطاع العلم براحة الجسم. عايز تبقى عالم، عايز توصل لكده مش هتنام، عايز توصل لحتة منه بقى على قد ما تقدر بقى، يعني في الاخر في الواحد عايز تاخد شريحة كده من حياته وخلاص على قدها اشتغل. انا يعني لو عايز تطلع صوره كده، لا ده ما فيهاش نوم، دي ما فيهاش نوم لا عندك ولا عنده ولا عند المربي ولا عند المربى. لازم نبذل جهد في هذا الاتجاه. البند الرابع علوم حياتيه، جغرافيا، تاريخ، رياضيات، فلك. اعظم مدرسين في زمنه كانوا بيدرسوا الكلام ده. محمد الفاتح كان جغرافي، هو الواحد وهو بيرسم خرايط وبيتعلم جغرافيا بشكل حرفي، وكان اساتذته في العلوم دي كلها الاربعه اللي انا ذكرتهم دولت غير مسلمين كلهم. احسن واحد بيدرس الموضوع ده مين؟ فلان فهاتوه بيدرس الموضوع ده. العلوم الشرعيه جايبين له فقهاء الدوله بيدرسوا العلوم الشرعيه. العلوم الحياتيه بقى مش لازم يكون العالم هو مسلم، انا بقى الحكمه ضلت المؤمن ده في اي مكان بياخدها، فواخدها من جغرافي محترف من طرابزون، واخد التاريخ من مؤرخ يوناني معروف كان بيقرا له يعني كل يوم يترجم له الكلام اليوناني، المؤلفات اليونانيه ترجمها له الى تركي ويقعد يسمعها له. هو عنده مدرسين لاتين ايطاليين بيدرسوا تاريخ ايطاليا. كل حاجه ليها
تخصصها، جايبين له ايه؟ متخصصين في كل هذه المجالات، درسها وهو لسه طفل صغير. الخامس الشعر، والقراني كان شاعر والف له مخصوص الشافيه في علم العروض والقافيه عشان يعلمه اليه او حرفيه ان يقول الشعر بشكل متقن علمي، مش مجرد افكار، لا بشكل متقن وحرفي. فكان بيتربى برضو على وده اللي خلاه برضو هو نفسه رقيقه جدا. محمد الفاتح كان بيتذوق الادب بشكل كبير ويحب يقول الشعر، وشعره رقيق للغايه. هنتعرض لجانب من شعره من ديوانه في ان شاء الله احد الشرائح القادمه. المهارات البدنيه، تعلم فنون القتال البدني، تعلم الرمايه، تعلم الرياضه. وزي ما انت شفت وصف البندقي كان حسن البنيه، يعني جسمه مش قاعد بقى على كرسي طول الوقت بيذاكر، لا ده هو ايه برضه عنده النشاط البدني والاستعمال الاسلحه والحاجات دي كلها كانت فيه. طبعا استعمال الاسلحه في نقطه بدايه مهمه جدا، لانه كان بيقود الجيش بنفسه، فبيخش المعركه بنفسه، بيحارب بنفسه، مش مجرد حرب من بعيد يعني. فطبعا كان محتاج الاليه دي تكون متقنه عنه. الامر السابع المهارات الاداريه، اتعلم القياده، اتعلم الاداره، وكان بيحكم المكان بتاعه وهو عنده 5 سنين. فطبعا تحت رعايه المستشارين والوزراء وكلام من ده، بس اتعلم هذه الاليه والتعامل مع الرعيه والجنود، وحكم البلد كلها، الدوله كلها، وعنده 12 سنه بس. كان حكم مش قوي، لان طبعا لسه طفل صغير. اتعلم هذه الاليات في هذه الفتره. اتعلم ايضا مهارات التفاوض، المهارات الفكريه المختلفه، التفاوض او المناظره او المحاوره. واخيرا كان عنده ترفيه برضه، مع كل ده كان عنده ترفيه، كان بيصفف الازهار، صناعه الاقواس وصناعه الاحجار الكريمه، دي هوايه كان بيعملها بيستمتع بيها في اوقات فراغه لو كان عنده وقت فراغ يعني. صوروا بقى الورقه ديت واعملوا لها مناهج عندكم. خلي بالك ابنك ممكن يكون متفوق قوي في موضوع الجغرافيا مع الشعر مع مثلا الرياضه، متفوق في علوم الشرعيه مع اللغه من اللغات، مع مش عارف مهاره القياده، مش عارف يعني ممكن يكون عنده بعض هذه المهارات. مش لازم يكون جينيوس ان يكون عنده المواهب دي كلها، بس عنده بعضها اكيد. كل طفل عنده شيء من هذه الموهبه، هات له المتخصص فيها يربيه من طفولته الصغيره خالص على هذه الافكار، او هذه يعني يعلمه المهنه كاهلها، عشان في الاخر يطلع مبدع، والا يطلع عادي، يطلع يفهم في المجالات المختلفه بس عادي، ما هوش مبدع. تمام؟ وطبعا ما تنسوش ان موضوع القران الاولاني ده، العلوم الشرعيه دي مش اوبشن. مش اوبشن. ده لازم الناس تتعلم قران وتتعلم علوم شرعيه تصلح بها حياتها، مش لازم يكون فقيه ولا لازم يكون شيخ. انما يكون هو عارف دينه، وخاصه في المجال زي ما سمعنا امبارح في خطبه الشيخ الدكتور صلاح الصاوي، لو انا متاجر اكون عارف امور التجاره، الفقه بتاع التجاره، عارف الاحتكار، عارف الربا، عارف كذا، يعني عشان ما تقعش في محظور من المحاضر الشرعيه وانا بتعامل في المهنه بتاعتي، وهكذا. الفاتح ما خدش حياته سلسه، مسكين. هو بعد سن 5 سنين من عمره مات اخوه احمد الاخ الاكبر ليه، اللي هو كان ولي العهد، ولي عهد مراد الثاني. فمات وهو عنده 5، كان عنده اخين، هو محمد الفاتح كان عنده اخين، احمد وعلي علاء الدين. في سن 5 سنين مات احمد، في سن 11 سنه مات الثاني، الاخ الثاني، علي علاء الدين اللي هو ولي العهد الثاني. فصار محمد الفاتح او محمد الثاني هو ولي عهد الدوله العثمانيه في سنه 1443. الامور تجري بالمقادير، انت تشاء وانا اشاء والله يفعل ما يشاء. يعني لو الامور مشيت طبيعي محمد الفاتح مش هيشوفها، تمام؟ هيبقى ولي العهد احمد، هو السلطان احمد الاول ابن مراد الثاني، ويبقى هو سلطان احمد في التاريخ وخلاص. هكذا محمد الثاني ده هيفضل عايش لحد ما يموت من غير ما حد يسمع عنه، تمام؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني قد ايه الام والاب حزنوا على
احمد وحزنوا على علي علاء الدين، بس ما يعرفوش ان محمد ده كله تاهيل عشان يطلع محمد الفاتح المبشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدمته لمين؟ سارق هو بتاعهم. فما تحزنش يعني، الحمد لله رب كله مبتدئ بالمقادير، كل شيء بعلم الله عز وجل. ترتيب رباني اللي موتوا الاثنين دولت، فهو ظهر على الصوره وبقى هو حاكم الدوله، او بقى هو ولي عهد الدوله العثمانيه في زمن طبعا في مراد الثاني لسه هو موجود. وفي سنه 1449 وعنده 17 سنه ماتت امه. وفي سنه 1451 بعد كده بسنتين مات ابوه. خلصوا فعلا، تخيل ما عادش فاضل له حد. كان فاضل له طفل صغير اتولد هنا سنه 49 لابيه اخو محمد الفاتح. لما استلم الحكم، بعد ما استلم الحكم بشهرين ثلاثه الطفل ده كمان مات كمان، وهو ده اللي بيتهموه بقتله. طبعا ده يعني اقول استهبال يعني ما فيش لا سند علمي موثق، ما فيش روايه مكتوبه بتقول هذا الكلام، ولا سند عقلي، وانا واحد عنده 19 سنه بهذه الكفاءات والامكانيات خايف انا طفل عنده سنتين ما موته عشان لما يبقى عنده 20 سنه يخوفني؟ يعني كلام ترهات لا غير مقبوله اصلا، مش واحد مش مفروض يضيع وقته في الرد عليها. لكن هم بيقولوا كده انه قتل محمد، وبيستندوا الى قانون كتبه محمد الفاتح في قانون نامة، اللي هو اصلا كتب بعد القصه ديت، بعد قصه موت اخيه الرضيع ده بسنين طويله. احنا قلنا اتم القانون سنه 1477 بعد ما استلم الحكم 26 سنه. بيستندوا الى قانون كتبه محمد الفاتح انه يجوز للاخ ان يقتل اخاه ان حدثت فتنه على الحكم، وهو الكلام ده فعلا كتبه، بس هو صوروه على ان هو ينبغي مش يجوز، ينبغي على الاخ انه يقتل اخواته لما يجي يستلم الحكم. وطبعا مش ممكن يقول الكلام ده محمد الفاتح، هو القانون موجود وترجمته، مفيش الكلام ده. كل الفكره ان يقول لو حصلت فتنه في 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 الدوله وحاول احد الافراد ان هو ينخلع بجزء من الدوله ويستقل بيها عن الدوله ويعمل فتنه وشباب في الصف فيقتل حتى لو كان اخوه يقتل. فده هل ده في الشريعه في مشكله؟ ايه الشريعه بتقول كده؟ الخليفه اللي بينادي بالخلافه في وجود الخليفه المبايع الاولاني بيقتل، لانه ده بيؤدي الى شق، وده خيانه عظمى. اي قانون في الدنيا كده، مش قانون اسلامي بس. يعني واحد هنا طلع وقال والله انا هاخد بقى نص ولاد المتحده اعملها دوله لوحدي، وبدا يمشي في هذا الاتجاه، هيسيبوه يعني؟ يعني ما حد، ما هو ده مش كلام عقلاء يعني. فهو سجل هذا الكلام عادي جدا، ما فيهوش اي غضاضه شرعيه ولا عرفيه عند الناس، بس هي الناس لما بتحب تهول شيء وتحاول تتهم شخصيه يعني بيقعدوا بقى يدوروا على كلمه من هنا وكلمه من هناك علشان يطعنوا في الشخصيه، وطبعا هو من هذا والحمد لله براء. طيب انا تعبت وانتوا كمان.